يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى يمثل فرصة لإحياء ذكرى تأسيس الإمام محمد بن سعود رحمه الله للدولة السعودية الأولى في عام 1727 ميلاديا، وصولا للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وإنجازات أبنائه الملوك من بعده. تجسد مناسبة يوم التأسيس السعودي التي تقام تحت شعار يوم بدينا أسمى معاني الاعتزاز والفخر بالجذور الراسخة للمملكة العربية السعودية وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل 3 قرون. ويعتبر يوم تأسيس السعودية فرصة سائحة لاسترجاع ذاكرة 3 قرون مضت منذ تأسيس الدولة السعودية وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والسير، كما برزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن وليدة لحظة عفوية بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها في خدمة الحرمين الشريفين. وتشهد مدن المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس السعودي إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والشعبية التي تحلق في سماء الإبداع والحب والولاء، مجسدة عمق هذا التاريخ الكبير الذي بناه القادة. يوم التأسيس السعودي اعتزاز بجذور المملكة العربية السعودية التي تعد من الدول التي تتمتع بمكانة منفردة.